الجمعية الجمعية الوطنية لمسابقة التمور والهيئة المهنية للتمر فهاد المكون المهني هذا هذا يعني ثاني بالقطاع من من بداية الإنتاج إلى من بداية الإنتاج إلى إلى, إلى, إلى المستهلك التنسيق ديالنا كاين مثلا ملي كنمشيو للإنتاج كنلقاو التنسيق ديالنا على مستوى المديرية الجهوية الفلاحة كاين الغرف الفلاحيه، كاين المديريه التجاريه والفلاحه، كاين الفيدراليه هذا دا 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 الدور ديالها، الدور ديالها والعمل ديالها كينطلق من هذا الاساس هذا. من بعد كيدو من بعد الانتاج ملي ملي كيوجد كي التمور وداك الى اخره، كيجي كي الدور ديال لي جيو، لي جيو اللي هما هما المجمعين اللي هما يعتنوا بالفريقوات، هاد الفريقوات الدوله وقطاع الدوله وعلى مستوى مخطط المغرب الاخضر. اللي هو انشئوا واحد العدد ديال ديال الاماكن ديال التبريد على مستوى الجهات ماشي جهه واحده الجهات اللي فيهم التمور كلها كاين كذلك الجمعيه الوطنيه اللي هي انخرطت معنا الجمعيه الوطنيه العصريه للتمور اللي هي انخرطت معنا في في الهيئه المهنية للتمور، كاين الجيو كاين الجمعيه ديالنا احنا المسوق التمور، كاين الجمعيه ديال الفصائل. هادو كلهم هما اللي تيكونوا الفيدراليه وعلى راسهم شخصيه وطنيه اقتصاديه معروفه الحمد لله. وحنا كمسوقين اخذنا على العاتق ديالنا باش هذا القطاع هذا نطوروه لانه حنا مهنيين وكنعرفوا السوق المغربيه وحتى السوق الخارجي شنو شنو اللي كتستوجب. تقريبا اللي كانت الاحصاءات الرسميه اللي كانت هذه السنه ديال 2020 حوالي 105 او الف طن يعني فيها واحد تقريبا واحد الثلث اللي هي كتمشي للاستهلاك حيواني والمتبقى استهلاك بشري اللي هو كيكون فيه عده اصناف عده اصناف كاينه ربما عده اصناف التمور وعده حتى انواع آه هاد الانواع اللي هي اللي هي حتى النص ديالها في هذيك في هذيك الثلثين كيتباع في عين مكان مثلا في المناطق اللي هي في الواحات تبقى كيهبط للمدن الساحليه اللي ما فيها الدار البيضاء الرباط مراكش كذا الى اخره ولكن هذا النوع هذا هذه المسائل هذه كت يعني كتقل بعد خصوصا كتكون مثلا اوت شهر 8 وشهر 9 بعيد على رمضان لهذا كان كي كي تفتح للاستيراد من عده دول عربيه منها تونس مصر الامارات المتحده المملكه العربيه السعوديه الجزائر هادو كلهم دول عربيه يصدروا التمور ديالهم الى المغرب المغرب الحمد لله يفتخر بسوق داخليه اللي ما موجوده في جهه اخرى والحمد لله الحمد لله احنا عندنا الثقه الكافيه في المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه هو يراقب سواء قالوا لي كاين فيها شي حاجه ما كاينش هي التمر كتراقب كيف كان نوعها من اي دوله كتجي تراقب الطبور اه بالعكس ملي كل ما اقتربت كل ما اقترب المواسم يكتفون من المراقبه على مستوى الحدود وعلى مستوى المراكز التجاريه وعلى مستوى الاسواق وعلى مستوى الفريقوات هاد الفريقوات اللي هما اللي هما تيحملونا شهاده الاعتماد الصحي اللي ما عندوش الاعتماد الصحي غير مسموح ليه يحط مثلا اي حاجه اللي هي اللي هي كتنكل بحال التمور وبحال التوابل الاخرى والى اخره ما فيما يخص الحمد لله بالنسبه للتمور الجزائري حنا سمعنا قالوا بان عده مواقع اعلاميه ولكن احنا نشتغلوا بواحد المهنيه اكبر وبالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامه الصحيه على مستوى الحدود فيما يخص ميناء الدار البيضاء والموانئ الاخرى فعندنا الثقه الكافيه في هذا المكتب هذا كاين راه كاين ما كاينش ما كاينش لان حتى المواطن او المستهلك المغربي يتمأن, يتمأن من هذا من هذا الباب هذا فلا وجود الحاجه لتدرب تضر بالمواطن ويمكن نسمحوا بها احنا كتجار عاد موجود الحمد لله ناس اداريين يفقهون الكثير في القطاع الهيئة البيمهنية هي هي هيئة تعتني سلسلة التمور من إنتاج حتى المستهلك العمل عند الهيئة كيبتدي كي من الواحد هذا برنامج كاين هو موجود هذا برنامج خلقته الدولة على مستوى وزارة الفلاحة ونتدارسه الآن كهيئة هيئة وطنية بمهنية للتمور والعمل العمل معروف شنو غادي نشتغلو عندنا مثلا حنا كجمعية مسوقين حنا نفكرو في داخل هاد داخل الهيئة على أسواق أسواق ربما نخلقوا سواق نموذجيه جهويه إن مثلا نبتدي مثلا بالدار البيضاء اللي هي القلب النابض ديال دي الاقتصاد الوطني ومن بعد ذلك سيكون الاقتراح اما مراكش اما فاس اما طنجه اما الداخله اما العيون البرنامج عندنا فيه كل اربع سنين تجديد ان شاء الله هذا ما درس أول اجتماع اللي دار على مستوى الهيئة الـ الـ الوطني للتمور، الهيئة البمهنية للتمور. نحن اه كمسوقين حنا تنفكروا دائما في الأسواق اه النموذجية زيادة على الأسواق اللي موجودة في عين المكان ديال التمور هذيك حتى هي غادي تعاود من تعاود الهيكلة ديالها وتعاود المسائل ديالها اللي خصها تكون زياده على اللي خصو يعاود يتجدد هما اللي جيو المحلات الاماكن اللي خلقت لهاد اللي هي الفريغو والستاسيون دامبالاج اللي اللي موجودين واحد تقريبا واحد الفريغوات اكثر من اكثر من 20 وحده اللي 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 خلقها مخطط المغرب الاخضر فحتى هادو ان شاء الله كاين برنامج باش يشتغلوا لنا لان هادو موجودين محليا ربما على مستوى دوك الجمعيات الصغار ودوك التعاونيات أه ربما تتكلم تتكلف بهم الفيدراليه ان شاء الله قدر الاستطاع لحتى باش يمشي الانسان يبدا يتعامل مباشره مع 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 مع, مع هذا اللي هو كاين في عين المكان مع العلم ان السوق موجود في الشريط الساحلي في كاين كي التمر كيستهلك كي اكثر مثلا طنجة قنيطرة رباط سلا الدار البيضاء الى الداخلة مراكش اكادير الى الداخلة فالحمد لله العمل معروف كيفاش غادي يكون ان شاء الله نطلب الله يوفقنا جميعا حتى نكونوا عند حسن الجميع يا رب سبق لنا وذكرنا فيه مع بعض المختصين التسويق عبر الانترنت غادي يكون شخصي مثلا كي التجار اللي غادي يديروه وكاين هذوك الفريقوات اللي هما في عين المكان ف بحال التسويق اللي هو عبر الانترنت بحال التسويق اللي هو اللي هو متنقل الفكره كاينه وان شاء الله احنا نتسناو تحيد عهد الكوفيد وكاين العمل وحنا بادين في هذا المشروع هذيك كنا بادين في 2018 2019 مع العلم ان شنو اللي تتبغي تسوق شي حاجه في الانترنت خصك دير ليها واحد واحد الترميز يعني اسم نوع باش حتى الانسان ملي يشير عندك واحد الاسم ديال واحد النوع بواحد بواحد العلامه هذيك العلامه ما خصهاش تبدل هنا غادي نحيلك على الناس اللي هما غيمشيو للتلفيف والتتميم خصهم يعملوا يعملوا المسائل اللي هي مطلوبه حتى باش يدخلوا في في الانواع ديال التمور هذا رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثه كل كل صنف بالاسعار دياله ان شاء الله هذا الفكره كاينه وان شاء الله نحققوها ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله